الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. زوتني عبد الجواب عامل لقطة عن النظافة من مجموعة أوزون للبيئة والخدمات، كاتب إعلامي للمنظمة الديمقراطية للشغل. تحية لكم من هذا المنبر، تحية للمواقع الثلاث. نحييكم بمناسبة هذا اليوم، يوم حدث، يوم كعيد، يوم نحن نفتخر به للقائنا نحن كعمال بمشغلين وبكاتبنا الإقليمي، ولا نقول شيئا إلا لنتمين هذا اللقاء، لأنه لقاء سيبقى للتاريخ. وشكرا.